مرحبا بكم من جديد في هذا اللايف الثاني من لايف يوم 19 اكتوبر 2022. مصادر مغربية تؤكد مشاركة الملك محمد السادس رفقة ولي العهد ابنه مولاي الحسن في القمة القادمة في الجزائر، وزيدوا يعطيوا معلومات عن قدومه الجزائر كيفاش راح يجي. فيه احتمالين، كاين اللي يقولوا باللي راهو جاي في باخرة اسمها مراكش، باخرة مراكش كيجي بحرا، وتبقى الباخرة راسية في ميناء الجزائر ويبات في الباخرة ديالو، يعني بعد اجتماعات يبات باخرة. هذا كان ديجا صراع مع باباه ملك الحسن الثاني لما شارك في اجتماع لوما تاع الوحدة المغاربية واجتماع كذلك القمة العربية صارت في نفس الوقت سنة 87 89 ضمن. في هذه كانت الملك الحسن الثاني جاء في الباخرة وبات في الباخرة، كان ينام في الباخرة. إذن محمد السادس ممكن يجي بهذه الطريقة، يجي بحرا على متن باخرة مراكش ويقضي فيها 3 ليالي. الاحتمال الثاني أنه يجي جوا، ولكن يجي من دولة خليجية رفقة أحد الملوك أو الأمراء الخليجيين، ومن بعد لما ينزل ينام في باخرة ماشي مراكش، ولكن راح يجيبوا باديس واحد، باخرة باديس واحد يجي هذيك سان فوليي، معيش يعني باخرة سان فوليي، هذيك راح ترسي ثاني في ميناء الجزائر مدة انعقاد القمة. هذا يدل على أنه مشاركة ملك المغرب في القمة السادسة تتأكد يوم بعد يوم، ومن المفروض العصابات تفرح. من المفروض تفرح تقول هاك تشوفوا العدو ديالنا نظلنا نسبوا فيه ونسبوا في بلاده، وغلقنا عليه الجو وغلقنا البرد وقطعنا العلاقة الدبلوماسية، ورغم هذا ما دارش علينا وما عندناش وما حبطش مستوانا، وجاء يشارك ويساهم في إنجاح القمة العربية في الجزائر احتراما لثورة نوفمبر للعصابة حبت عقد القمة بال هي ذكرى عزيزة ماشي على الجزائريين فقط، عزيزة دابور على المغاربيين لأنهم ساهموا في هذه الثورة، جزائريين وتوانسة، وعزيزة على كل العرب لأن العرب كلهم كانوا هب كرجل واحد لمناصرة ثورة التحرير الجزائرية اللي كانت هي الثورة الوحيدة في العالم العربي اللي وي فيها شعب وقف في وجه عدو اللي كان احتل أرضه قرن 32 سنة وصمد لمدة 7.5 سنين في حرب ضروس، حرب دامية. إذن كانوا كل العرب ساندوا الثورة التحريرية، ساندوا الجزائر، دول أوروبية ساند الجزائر باستثناء بلد اسمه تركيا. لم تقدم مساعدة للجزائر وراحت بها الوقاحة التركية ذات إلى أنها صوتت ضد استقلال الجزائر، بلد مسلم يفهم
صوته ضد استقلال الجزائر لانهم هما اللي باعوا الجزائر. واليوم عندنا اولاد حرام جاعلين من تركيا احد العناصر الدول الاكثر تقاربا مع الجزائر وتبادل تجاري معها كبير وانبطاح كبير لها. ولما جاء اردوغان للجزائر عصابه ولاد الحرام اهانت الجزائر وخلاته يدخل بكلاب ويفتش في القاعه اللي راح يدير فيها ندوة صحافية ديالو. الله ينعلكم ويخزيكم يا ولاد الحرام. طيحوا بالجزائر امام دولة كان ضد استقلال الجزائر وجاعلين من الصديق والشقيق والرفيق واللي وقف معاك وحارب معاك جاعلينه عدو لانكم اعداء الشعب الجزائري قبل كل شيء، لانكم انتما اعداء الشعب الجزائري قبل كل شيء وجاعلين من العداء والعداوة هذه المغرب جعلينها مبرر لقمعكم للشعب الجزائري، جعلينها مبرر باش حافظوا على مناصبكم وحافظوا على سيطرتكم عن الشعب الجزائري. ولكن الشعب الجزائري فيقلكم فيقلكم ما تقدروش تسيطروا عليه. ما تطولش وينوضلكم ان شاء الله، ما تطولش وينوضلكم هذا الشعب ان شاء الله. Shut up!